اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم حج عراقي، حلقات استثنائيه هذه الفتره بسبب ازمه العالم، بسبب فيروس كورونا ودعمنا لحمله خليك بيتك لحد ما نتجاوز هذه الازمه وتنفيذا لاوامر خليه الازمه الامر الديواني 55 سنه 2020 طبعا. فصار تصوير حيكون انا اصور ببيتي والضيوف ايضا يصورون في منازلهم لحد ما نتجاوز ان شاء الله هذه الازمه يا رب على خير. اليوم حلقتنا حول اهم الارشادات الصحيه والوقائيه لتجنب فيروس كورونا. ضيفنا اليوم الدكتور عبد الحميد البراك، اخصائي في الامراض الجلديه والحساسيه. شكرا دكتور لوقتك، واليوم عندنا بعض الاسئله المهمه حول فيروس كورونا. اقدم شكري الى اخي الدكتور مصطفى، بارك الله فيه، ضمن حلقات حكي عراقي. دكتور، سؤال اول، اليوم اكو شريحه من الموظفين اللي هم يعني استثنوهم من قرار من التجوال وهم اليوم يداومون، الاطباء والعسكريين والاعلاميين، برايك شلون تقيم التزامهم بالارشادات الصحيه والوقائيه؟ الموضوع اليوم نحكي عن كورونا وما هي الوظائف المهمه اللي الان عليها العبء الكبير واللي هي خارج نطاق الحظر، اللي هم الأطباء، الكادر الطبي، القوات الأمنية والإعلاميين، اللي هم أهمهم الوحيد إيصال المعلومة والعلاج إلى كافة المواطنين. شنو تقييمنا لوسائل النظافة لديهم؟ إحنا نقول لهم أنه بعد ما استخدموا الكمامات والقفازات والابتعاد لمدة متر ونص، هذا ممكن أنه يساعدهم في وسائل الحماية، وإن شاء الله الله يحميكم ويعافيكم من كل مرض. تمام دكتور، وين نشوفك حملات بالسوشيال ميديا حول كيفية غسل اليدين وطريقة غسل اليدين؟ وهذا يقول 60 ثانية وهذا يقول 30 ثانية. أدى أعرف أن حضرتك اليوم شنو أهمية غسل اليدين لمكافحة فيروس كورونا المستجد؟ حقيقة غسل اليدين هو أحد أهم وسائل النظافة الشخصية اللي ممكن أن تقي الإنسان من وصول هذا الفيروس وغيره إلى الفم والأنف والعين. وغسل اليدين هو عملية إزالة ما يمكن التلامس به للسطوح الخارجية الثابتة أو المتحركة وحتى الملابس. وبالحالة هذه ممكن أنه بعد غسل اليدين ممكن أن نتخلص من وجود هذه الفيروسات، وخاصة بعد استخدام الماء والصابون، ولزيادة الاطمئنان ممكن استخدام الكحول اللي هو 70%، والتعقيم بالمناشف الورقية ورميها في الأماكن المخصصة لها. دكتور، اليوم اكو محال تجارية ومؤسسات حكومية مستمرة في الدوام ودوامها ضروري، برأيك شلون تقيم أيضا يعني تنفيذهم للإرشادات والتعليمات الوقائية، وأيضا شنو أهم نصائح حضرتك وإرشاداتك لهذه الشريحة المهمة؟ طبعا نوصي المؤسسات الحكومية أهم شيء أنه استخدام مادة الديتول، وإذا توفر وجود القاصر يوضع بمقدار ملعقتين من القاصر في حوالي 5 لتر ماء، وممكن استخدامه في عملية مسح وتنظيف السطوح سواء كانت الأرضيات أو السطوح الأدوات المكتبية، وإن شاء الله بإذنه تعالى نكون في مأمن من وصول الفيروس إلى جسم الإنسان. دكتور، يعني اليوم غسل اليدين وتعقيم المنازل وتعقيم المناطق، هذه شنو دورها في مكافحة فيروس كورونا؟ يا ريت يعني حضرتك توضح لنا هذا الموضوع المهم جدا. نعم، الحقيقة استخدام الكفوف يجب أن يكون باستخدام ثنائي اللي هو دبل جلوفز، يعني الكف الأول ثم استخدام الكف الثاني. الهدف من هذا الموضوع هو أنه عند إزالته بعد ما تلامس بالسطوح ممكن أنه نزيله، فيبقى الكف الآخر سليم حتى نكون في مأمن من وصول الفيروس إلى جسم الإنسان. وكذلك بالنسبة للكمامات أيضا نستخدم دبل كمامة حتى نزيل الكمامة الأخرى ونستخدمها في الأماكن اللي ممكن أن نستخدمها بعد ما يكون الاتصال ما بين المناطق شخص وآخر اللي هو لا تزداد المسافة عن متر أو متر أو نص. سؤال أخير دكتور، شنو أهم نصيحة تحب توجهها للمشاهدين اللي يشوفون حضرتك؟ أكو هواي أسئلة يعني توصلتنا، هل أكو علاج؟ هل أكو لقاح لفيروس كورونا؟ وشنو الأشياء الغذائية؟ وشلون لازم يرفعون جهازهم المناعي؟ إلك الوقت وأحب
توجه رسالة للمشاهدين اللي يشوفون حضرتك؟ طبعا من ضمن الارشادات الطبية اللي هو النظافة الشخصية. النظافة الشخصية تكمن بالتالي: اولا نظافة الفم والانف والعينين، وكذلك غسل اليدين، وايضا غسل فتحات المخرج والبول، وبعد الخروج من التواليت يجب ايضا غسل اليدين وتعقيمها مثل ما قلنا، ثم تنشفها بالمناشف الورقية ووضعها في الأماكن المخصصة للنفايات. بالنسبة لتعقيم المنطقة، انه اول ما تدخل بيتك خلي خاولي، وهذا الخاولي خلي بيه ديتول، ثم اخلع عذائك وادخل بيتك، غسل ايديك، وبهالحالة هذه انت راح ان شاء الله تأمن من وصول الفيروس. الطريقة الاخرى اللي هو الغذاء الصحي: قلل من السكر، قلل من الدهون المهدرجة، كثر من الخضروات والفاكهة، بهالحالة هذه انت راح تحصل على الغذاء الصحي. مارس التمارين الرياضية وانت ايضا راح تكون في مأمن من هذا الموضوع. المكملات الغذائية للناس المتمكنين والميسرين: اكو فيتامين دي 3 اللي هو 50,000 انترناشنال يونت بالنسبة للكبار واحدة بالاسبوع، ومن 10 الى 2000 انترناشنال يونت بالنسبة للصغار، وايضا واحدة بالاسبوع، بالاضافة الى فيتامين اي ايضا 200,000 انترناشنال يونت، وايضا هذا للكبار، وللصغار 100 انترناشنال يونت، ولا يعطى الى الحوامل خوفا من حدوث التشوهات لدى الجنين. اما بالنسبه للزنك للصغار اللي هو 25 ملي جرام بالنسبه للصغار، وايضا 50 ملي جرام كل 3 ايام واحده، واذا اضيف اليها فيتامين سي بهالحاله هذه راح يكون الجهاز المناعي في مأمن، ويكون ذات حمايه قويه جدا ولا يستطيع الفيروس اختراقه. اخوان، انه بالوقت الحاضر لا يوجد علاج او لقاح لهذا الفيروس، عليكم ان تكون في بيتكم حتى نمنع الانتشار، وايضا ليس عيبا ان يكون الانسان مصابا بالكورونا ويروح يبلغ عن نفسه ويقول سووا لي الفحوصات، واول هذه الفحوصات اللي هو اشعه الصدر، ثم البي سي ار، وايضا السي تي سكان لا سمح الله اذا استدعت الحاله، وهناك الحجر اللي هو مقداره حقيقه 14 يوم، واذا ثبتت الاصابه تبقى 28 يوم، والعزل اللي هو بعد النقاهه اللي هو 7 ايام. شكرا جزيلا دكتور، شكرا على وقتك، وان شاء الله ربي المشاهدين استفادوا من هذه الارشادات المهمه جدا. شكرا جزيلا لكم، وشكرا الى اخي دكتور مصطفى، وبارك الله بكم. اعزائي المشاهدين، قبل ما انهي الحلقه، انا قلت دائما اقول انه هي حرب احنا وهذا الفيروس، واحنا شعب اراده وشعب قوه، ولازم هذه الفتره نلتزم بكل الارشادات الوقائيه، وان شاء الله يا ربي هذه الفتره تعدي وبردا وسلاما على العراق والعراقيين وعلى العالم اجمع. فتلاقوا نهايه حلقتنا هذا اليوم، وانتظروني بالحلقه القادمه. مع السلامه.